في أول خرجة لها عما قدمته لجنة الحوار منذ انطلاق أشغالها، كشف رئيس ديوان الهيئة الوطنية للحوار والوساطة أن اللجنة التقت خلال لقاءاتها التشاورية الوطنية مع عديد الفاعلين الجمعويين والناشطين عبر مختلف ربوع الوطن. أكثر من 300 تنظيم جمعوي مهني أكاديمي، في حين تجاوز عدد الأفراد والجماعات باختلاف شرائحهم الذين نظموا بمبادرات منهم جلسات حوار ولائية يفوق عدد هذه الجلسات الذين حضروا 3000 مشارك. اعتبارا لكون هيئة الوساطة والحوار هيئة تواصل وتسهيل لا تتوفر على أي ورقة طريق معدة سلفا. وبخصوص تقديم ملفات الترشح والانتخابات الرئاسية، أكد عضو هيئة الحوار أن هذه العملية ستستند لسلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس للمجلس الدستوري. هي أن قضية تقديم الترشيحات سوف تكون للسلطة وليس المجلس الدستوري، لأنه حاليا القانون يعطيها للمجلس الدستوري، وهذا أظن سوف يكون متنفس كبير بالنسبة للمترشحين ويطمئنهم ويطمئن الشعب في نفس الوقت بالنسبة لمدى جدية العملية. هذه نقطة أخرى سوف يدور حولها النقاش بالنسبة لهذه المسألة. إذن فالعملية كما قلت لكم من التسجيل انتهاء بالنتائج الأولية، مرورا بكل العمليات التي كانت في السابق هي من صلاحيات وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الخارجية، السفارات، القنصليات، كل هذه أين توجد الإدارة تختفي ويحل محلها هذه الهيئة. إذن هذه هي المعالم الأساسية للهيئة التي سوف نحاول نناقش حولها. في ظل التجاذبات الحاصلة بين توفيق لجنة الحوار في حلحلة الوضع من بقائه على حاله، الجدية في التعامل مع الوضع الراهن كفيل بالإجابة على ذلك.